العترة بين التفريط والإفراط. لتقريب الفكرة، لتوضيح الفكرة، لتبسيط الفكرة، لتبسيط الفكرة وفق ما يستأنس به القبورية. فعندي السيستاني، عندي الخمنئي، عندي الشيرازي. كل واحد من هؤلاء هو مرجع، السيستاني مرجع، والخمنئي مرجع، والشيرازي مرجع. السيستاني هل هو خمنئي؟ السيستاني ليس الخمنئي، والخمنئي ليس الشيرازي، والشيرازي ليس السيستاني، والسيستاني ليس الشيرازي، والشيرازي ليس الخمنئي، والخمنئي ليس السيستاني. والسيستاني هو مرجع القبورية الواحد، الخمنئي مرجع القبورية الواحد، الشيرازي هو مرجع القبورية الواحد، سيستاني يساوي مرجع القبورية الواحد، خمنئي يساوي مرجع القبورية الواحد، شيرازي يساوي مرجع القبورية الواحد. هل يعقل أن السيستاني زائد خمنئي زائد شيرازي يساوي مرجع القبورية الواحد، وفي نفس الوقت سيستاني يساوي مرجع القبورية الواحد؟ لا يمكن هذا. سيستاني زائد خمنئي زائد شيرازي يساوي مرجع القبورية الواحد، وفي نفس الوقت خمنئي لوحده يساوي مرجع القبورية الواحد، وشيرازي لوحده يساوي مرجع القبورية الواحد، وسيستاني لوحده يساوي مرجع القبورية الواحد، والسيستاني زائد خمنئي زائد شيرازي يساوي مرجع القبورية الواحد. هل يوجد عاقل يقول بهذا؟ لا يمكن. إذن هنا كم مرجع عندنا؟ كم مرجع للقبورية؟ واحد أو ثلاثة؟ مرجع القبورية هنا واحد أو ثلاثة؟ ثلاثة، السيستاني والخمنئي والشيرازي. سيستاني زائد خمنئي زائد شيرازي مرجع القبورية واحد أو ثلاثة؟ ثلاثة، ثلاثة مراجع للقبورية وليس مرجعا واحدا. خطوة توضيحية أخرى، خطوة للتأثير أكثر، للصدمة، لتحريك العقول ولاستئناس الأعزاء من القبورية ومن أبنائنا الموحدين ومن إخواننا الموحدين بالأمور الخارجية والواقعية والأسماء المذكورة والمطروحة والتي لها تأثير على حياتنا ومزاجنا واستقرارنا وصحتنا. نقرب الفكرة السابقة، بدل الآب الابن الروح القدس نضع السيستاني الخمنئي الشيرازي، والسيستاني ليس خمنئي، والخمنئي ليس شيرازي، ليس الشيرازي، والشيرازي ليس السيستاني، والسيستاني ليس الشيرازي، والشيرازي ليس الخمنئي، والخمنئي ليس السيستاني. والسيستاني هو إله القبورية الواحد، والخمنئي هو إله القبورية الواحد، والشيرازي هو إله القبورية الواحد. هل يعبدون هؤلاء؟ نعم، يحللون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال، والقطيع في إطاعة تامة. هذه هي العبودية، هذا هو الإشراك. إذن الآن إذا كان السيستاني هو إله القبورية الواحد، إذا كان السيستاني يساوي إله القبورية الواحد، فخمنئي والشيرازي لا قيمة لهما. إذن الخمنئي صفر والشيرازي صفر. وإذا كان الشيرازي هو إله القبورية الواحد، الشيرازي يساوي إله القبورية الواحد، فالخمنئي والسيستاني لا قيمة لهما، السيستاني صفر والخمنئي صفر. وإذا كان الخمنئي هو إله القبورية الواحد، الخمنئي يساوي إله القبورية الواحد، فالسيستاني والشيرازي لا قيمة لهما، السيستاني صفر والشيرازي صفر. والقضية واضحة إن شاء الله للجميع.